بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل التحديات، تتواصل الانطلاقات، انطلاقة الشوط العشرون الخاص بفتح القعدان، الحقائق وأشواط الانتاج والمنتجين. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة الأولى وإلى التحديات هنا، البحث عن الفوز والانتصار والبحث عن الناموس وعن تسعيرة هجن الرئاسة المقدمة والصدارة الأولى. نتابع هنالك من يحمل الرقم 1 سراب سعيد بن مرزوق العامري، من يتواجد على المركز الأول، ولكن مشكور من تسلل حمد بن سالم بن علي الدرعي، من يقدم لنا انطلاقة مشكور على المقدمة وعلى الصدارة الأولى. المركز الثاني سراب سعيد بن مرزوق العامري يصل على المركز الثاني، والمركز الثالث جدلان سيد نادر بن سعيد بن صباح العفاري يصل على المركز الثالث، والمركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام غازي محمد بن مطر بن عبد الله الشامسي، من يقدم لنا انطلاقة غازي الحصيني. يحتل المركز الخامس عبد الله بن عوض بن مصبح البلوش يصل على المركز الخامس. خمسة أسماء مميزة، خمسة شعارات عملاقة تسير في المقدمة وتسير في الصدارة الأولى. بدورنا أيضا نتابع هنالك القدوم والانطلاق مشاهدينا متابعينا الكرام على المركز السادس، مصدح حمد بن سالم الثعلوب الاكتبي بدأ يتقدم الآن وبدأ بالانطلاق وبالتحديات المميزة، وهنالك القدوم مع ناصي عوض بن علي بن سعيد بن علي الدرعي من بدأ يتقدم على مستوى المركز السابع، ولكن عودتنا إلى المقدمة، عودتنا إلى الصدارة الأولى وشعار الدرعي من يسيطر على المركز الأول وعلى المقدمة الأولى، ولكن وصلت الأسماء وصلت الشعارات. بدأ الانطلاق وسام سعيد بن سيف بن محمد الدرعي من يقدم لنا وسام على المركز الأول، وسام ينطلق بالصدارة، ينطلق بالمقدمة وبالتحديات الأولى. وسام سعيد بن سيف بن محمد الدرعي على المركز الأول. المركز الثاني مصدع حمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي القادم هنالك على ثاني التحديات. والمركز الثالث بدأ التقدم والانطلاق مع ناصي عوض بن علي بن سعيد الدرعي. والمركز الرابع من الجانب الأيمن من بدأ بالتسلل وبدأ بالانطلاق الملحوظ، يا سلام، هنالك الوصول من قبل الشبابي عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي. بدأنا هنا بالاقتراب والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، وعودتنا مع وسام سعيد بن سيف بن محمد الدرعي من يقدم لنا وسام على المركز الأول. المركز الثاني الشبابي عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي على ثاني التحديات، وثالث الأسماء مصدع حمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي من يقدم لنا مصدع. والمركز الرابع، المركز الرابع ناصي عوض بن علي بن سعيد بن علي الدرعي يصل على المركز الرابع، ولكن المقدمة الصدارة الأولى. جولة التحديات، جولة الأوامر، الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة، والمقدمة مع وسام. وسام 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 سعيد بن سيف بن محمد الدرعي من يقدم لنا وسام، وأيضا جدلان نادر بن سعيد بن صباح العفاري. العفاري يصل على المركز الثاني، يتسلل إلى المقدمة إلى الصدارة الأولى، ينطلق بن صباح بهذه التحديات الكبيرة. جدلان سيد نادر بن سعيد بن صباح العفاري. العفاري العفاري ينطلق بمسار وتحديات هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لمالك الشبابي عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي للمرة الثانية على التوالي. المركز الثاني مصدع حمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي، والمركز الثالث وسام سعيد بن سيف بن محمد الدرعي، والمركز الرابع كان الوصول مع مجلان محمد بن صغيرون بن حميد الدرعي، والمركز الخامس
هملول محمد بن حمد بن شطيط الوهيبي. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود بالتوقيت الزمني لحظة الوصول، لحظة الفوز والانتصار. الشبابي عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي قاطع مسافة 3 كيلومترات 4 دقائق. نتابع هنا التوقيت الزمني للشبابي عبد الله بن سعيد بن محمد بن عايد الاكتبي، لحظات الإعادة، لحظات الفوز والانتصار كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية المتابعة لهذا الحدث الهام والحدث الكبير. 4 دقائق 27 ثانية، 7 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثاني كان الوصول على ثاني التحديات وثاني الانطلاقات. المركز الثاني كان الوصول مع مصدح حمد بن سالم بن ثعلوب الاكتبي. التوقيت الزمني 4 دقائق 29 ثانية وجزئين من الثاني. تهاني والناموس بينما المركز الثالث. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع هنا التوقيت الزمني لصاحب المركز الثالث. 4 دقائق 31 ثانية، 5 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني لوسام سعيد بن سيف بن محمد الدرعي. تهانينا والناموس.